من أوضح الواضحات أنه هذا البلد بالحد الأدنى في السنتين الماضيتين هو يتعرض إلى حصار كبير جدا. منع الدول كما ذكرنا سابقا، منع الدول من أن تضع ودائع في البنك المركزي، ممنوع على الدول أن تقدم مساعدات وهبات للبنان، ممنوع أن تقدم قروض للبنان، ممنوع أن تأتي إلى لبنان وتقوم باستثمارات وكله تحت طائلة العقوبات الأمريكية، أنتوا عطلتوا، أنتوا منعتوا. طعني بهو 3 سنين لما قطع طريق تحسين وضع الكهرباء في لبنان، قديش هذا حمل الخزينة اللبنانية كم مليار دولار، قديش عانى الشعب اللبناني نتيجة أزمة الكهرباء خلال هالسنين، قديش عانى الاقتصاد اللبناني خلال هالسنين، هم مين بتحمل مسؤوليتهم؟ الأمريكان. وإلا هذا الأمر كان يمكن أن يتحقق منذ عدة سنوات لولا المنع الأمريكي والفيتو الأمريكي.